أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. فيلمنا اليوم اسمه The Dead Girl in Apartment، بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك. قصتنا اليوم بتحكي عن بنتين بيتشاركوا السكن وبتموت واحدة منهم بظروف غامضة، وبصيروا يبحثوا عن سبب الوفاة يلي بيكون اللغز الأكبر ليكتشفوا إنها كانت باتفاق مع الشيطان. بيبدأ الفيلم بشخص بيكون قاعد بالتحقيق وبخبره المحقق إنه في 3 جثث وصديقته مفقودة، وإنه هو كان آخر واحد حكى معها. بعدين مننتقل للورا يلي بتكون قاعدة بغرفتها وفجأة بتسمع صوت وبتنادي لإليزابيث بس ما حدا بيرد، وبتسمع صوت مرة تانية فبتقوم لتشوف شو هالصوت، وبتدق على باب غرفة إليزابيث ولما ما حدا بيرد بتفتح الباب، وأول ما بتطلع بتصرخ وبتطلع فوراً وبتكون شافت إليزابيث ميتة. وبعدين منشوف الشرطة اجت على البيت وأخذوا الجثة، وبيسألوا لورا عن اسم صديقتها وبتخبره الاسم بس ما بتكون متأكدة منه، وبيستغرب من هالشي فبتقله لورا إنما كانت صديقتها المقربة وكانت بغير غرفة، وإنه من كم شهر بس اجت وسكنت بهذا البيت. وبيسألوها كذا سؤال بيتعلق بالحادثة، وبيسألوها إذا عندها عيلة أو حدا قريب بيقدروا يتصلوا فيه، فبتقلهم إنه عندها صديق اسمه ديريك، وبيقرروا يحاكوه إنه ممكن يكون عنده معلومات تفيدهم. وبعد ما يمشوا بتتصل لورا بإمها وبتخبرها إنهم أخذوا الجثة وإنهم ما عرفوا شو صار، وبتكون إمها مو حابة إنها تبقى بنفس المكان الليلة، بس لورا ما بيكون في مكان تاني تروح عليه وما بتعرف حدا ساكن قريب منها. وبتخبرها لورا إنه إليزابيث صار ليومين 3 ميتة، فبتقلها أما إذا صار معك شي اتصلي فيني فورا. ولما بتكون لورا عم تحكي مع شركة التنظيف منشوف بنت واقفة وراها بس هي مو شايفتها، وبخبروها الشركة إنه ما فيهن يجوا لتاني يوم الصبح، فبتقلن إنها حتتولى الموضوع وبتسكر. وبتروح لورا وبتجيب أغراض التنظيف وبتبلش بتنظيف الغرفة، وبعدها بتفوت لتعمل دوش، وهي بالحمام منشوف بنت مرقت وهي بتحس بهالشي فبتطلع لتتأكد. وبتتصل لورا بحبيبها السابق يلي بيكون سهران برات البيت وحواليه ضجة كتير وما بيقدر يسمع منيح، فبتتضايق هي وبتقله ما كان لازم دقلك، وبتسكر الخط. وحبيبها السابق بيفوت على الحمام وبيرجع بيدقلها وبتحكي له يلي صار، ولما بتطلب منه انه يجي لعندها بيرفض فبتسكر الخط وبتكون متضايقة كتير. بعدين بتتصل بالمحقق ميلر وبتخبره انه نسيت تخبرهم انه هي سمعت صوت خربشة لهيك راحت ودقت الباب على إليزابيث، فبيخبرها انه حيشوف شريكته ويجوا لعندها بأقرب وقت. وبتطلع على غرفتها لتغير أوعيها وهي واقفة على المراية بتشوف باب الخزانة وراها انفتح لحاله، فبترجع بتسكره، ولما بتطلع من الغرفة منشوفه رجع انفتح مرة تانية وتسكر. وبتنزل لورا بتشغل أغاني وهي واقفة منشوف شبح بنت واقف وراها. وبعدين بيجي المحقق ميلر وشريكته وبصيروا يتفحصوا الغرفة وبيلاقوا آثار خربشة على الباب وبيصوروا هالشي، وبعدها بيمشوا وبيكونوا مستغربين من يلي صار وإنه ما بتعتبر جريمة قتل وما في أي دليل، وبيكونوا بحيرة من القضية كلها. وبعد ما يمشوا بتطلع لورا بتتسطح بتختها لتنام، وفجأة بتسمع صوت فبتقوم وبتلاقي آثار خربشة على الحيط، ولما بتندار بينرمى عليها الغطا وبتصير تصرخ. وفجأة بتصحى وبتكون عم تحلم وبتلاقي حبيبها السابق عم يتصل فيها، ولما بترد بيعتذر منها على يلي صار وبصيروا يحكوا سوا، وفجأة بيندق الباب عندها فبتسكر الخط وبتتوقع انه الشرطة، ولما بتفتح الباب بيكون ديريك حبيب إليزابيث وبيقول لها انه الشرطة خبروا بيلي صار وانه ما عم يقدر يصدق هالشي، وبيسألها اذا بيقدر يدخل وهي بتوافق، وبيسألها شو قالوا للشرطة وبتقول له انهم ما عرفوا يلي صار، وبيسألها شو يلي خلاكي تروحي لعندها على الغرفة، فبتقول له ولا شي بس راحت لتتفقدها، وبيقول لها اكيد في شي دفعك لتروحي، وبيفهمها انه هو ما عم يتهمها بس عم يحاول يفكر وما عم يقدر يعرف شو يلي صار معها، وبيحكي لها كيف قابل إليزابيث وحبها وما عاد قدر يطلعها من تفكيره. بعدين بتروح لورا على الحمام وبتتصل بالمحقق ميلر وبتخبره انه ديريك صديق إليزابيث اجى لعندها، فبيقول لها المحقق انه ما بيعتقد بانه في شي بخليها تقلق، ولما بتطلع بتلاقيه بغرفه إليزابيث وعم يعتذر لها وبيقول لها بوعدك اعمل الشي الصح، وبتقول له لورا انه الوقت تاخر وهي لازم تنام، فبتقول له انها بتعتقد بانه لازم يروح، فبيعتذر منها وبيمشي. وبترجع بتتصل لورا بحبيبها السابق وبتخبره انه صديق إليزابيث اجا، وبيسالها اذا بتعتقد بانه له علاقه باللي صار، فبتخبره انه الشرطه ما لهم شاكين فيه، وبتقول له انه يمكن كان عم يدور على شيء بغرفتها وانه الشرطه ما بحثوا بالغرفه، فبيقول لها ليش ما تدوري انت وانه ممكن تلاقي شيء الشرطه ما لقته، فبتسكر الخط وبتفوت على غرفه إليزابيث وبتصير تبحث، وبتلاقي صندوق فيه كتب وشغلة ملفوفة بقطعة قماش، ولما بتزيح التخت بتلاقي مرسوم على الأرض تحته علامة غريبة فبتصورها، وفجأة بتصير الدمية تطلع صوت وتتحرك، فبتقيمها وبتطلع من الغرفة، وبترجع بتتصل بحبيبها السابق وبتقول له إنها لقت صندوق فيه شغلات غريبة، وإنها لقت رموز مرسومة على الأرض تحت التخت، وبتقول له إنها صورتها وبعتت له إياها، وبتكون عم تحاول تبحث عن معنى هي الرموز على الإنترنت، وبتقوم لورا لتجيب الشاحن وفجأة بتضرب الكهرباء وبينطفى كل شيء، فبتشغل كشاف وبتكون خايفة كتير.
وبتصير تطلع حواليها وهي عم ترجف، وبترجع بتتصل بحبيبها السابق وبتقوله انه كل الأضوية انطفأت وهي خايفة كتير، فبيحاول يهديها وبيقلها تنزل تتفقد القواطع، وبتنزل وهي واقفة منشوف في شبح مخيف وراها، وبصير حبيبها السابق كريستن يدلها شو تعمل، بس فجأة وهي عم تحكي بيطفي موبايلها، وبيكمل كريستن بحث عن الرموز على النت، وفجأة بيسمع صوت بس بيتجاهله، وبيقدر يلاقي معنى هاي الرموز على النت وبيتوتر، وبيتصل بلورا فوراً يلي بيكون جهازها مطفي، وبيترك له مسج وبيقلها إنه لازم تطلع فوراً من البيت، وهو طالع بينطفى الضوء لحاله وبيطلع له شيطان مخيف، ولورا وهي بالبيت بتطلع بتدق على الجيران بس ما بيفتحوا لها، وبتصير تسمع صوت الدمية يلي بتكون اشتغلت لحالها، ولما بتجي لترجع بيتسكر الباب لحاله فبتصرخ وبتصير تركض، وبتفوت على الخزانة بتتخبى، وفجأة بتلاقي في شبح وراها فبتطلع فوراً، وبتلاقي شخص مقنع على هيئة شيطان عم يقرب منها، ولما بتندار بتلاقي شبح البنت وراها، وبيكون المحقق ميلر حاول يتصل بلورا بس بيلاقي خطة مغلق، فبقرر يروح لعندها ليتفقدها، ومنشوف لورا بالبيت مربطة على كرسي وسط الرمز يلي على الأرض وحواليها شموع، وبتلاقي ديريك قدامها وعليه دم، وبيعتذر لها عن يلي هيعمله فيها، وبيقلها أنه هو لازم يساعد إليزابيث لأنه بيحبها كتير، وبيقلها أنه هو بيعرف بأنه إليزابيث عرضت نفسها عليه مقابل حبها لإله، بس ما أخذت هالشي بجدية لهيك هو إجا وأخدها، وبيقلها أنه هو بيحبها كتير وبده يسترجعها، وبيبلش ديريك بالطقوس، وبهذا الوقت بيصل المحقق ميلر وبيقوصه، وبتشوف لورا الشيطان واقف وراه، وبيروح ميلر بفك لورا وبيتصل بقوات الأمن ليخبرهم بيلي صار، ومنشوف لورا عم تطلع فيه بطريقة غريبة، بتقله ما عاد في لورا أنا إليزابيث، وبالأخير منشوف كريستن بقسم الشرطة بعد ما خبرهم كل القصة، بس المحقق ما بيصدقه، وبيطلعوا فجأة بيصير الضوء عند كريستن يشعل ويطفي، وبيطلع الشيطان من وراه، ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.